الله سلام. ايه مالك محظوظة كده ليه؟ ابدا يا باشا، اصلا الصراحة يعني اول ما قالوا لي انا هقابل الباشا الكبير خدت رجلي وجيت جري، وديك الساعة انا مقابل الباشا الكبير. طب اسمعي اللي هقول لك عليه كويس، قبل ما تنزلي من هنا تاخدي الحاجة اللي في الشنطة دي، شوية هدوم كده يعني على اعتبار انك كنت بتشتريهم، ده لو حد سألك، ولو محدش سألك هتيجي برضه تقولي لي مين سألك ومين ما سألكيش وقال لك ايه وامتى وازاي وفين. والنبي انا اطمنت لك، انا هقعد جنبك. بتعملي ايه يا مجنونه؟ اقفلي الباب، مش عاوزين حد ياخد باله. ايه بس يا باشا؟ انا هسيبك على العشاء. معلش يا باشا، اصلها يعني الصراحه اول مره تحصل لي نظام البشاوات والحاجات دي يعني. من غير لا توعدني. احنا من دلوقتي المفروض نتفق على طريقه نشتغل فيها مع بعض. ماشي. من النهارده انت شغاله معايا انا. يعني اي حاجه هتعرفيها تيجي تقوليها لي انا. ها؟ بالحرف الواحد. تمام يا باشا، انت تقول كل اللي انت نفسك فيه. وانا وداني دي ما ترطق. على فين يا انا؟ روكسي بقى وعليك خير. روكسي اللي نعرفه يو. ايوه يا باشا، خميس افندينا كان عندي هنا وكان ماسك في زمارة رقبتي وكان عايز سعادتك يطلع السر الالهي، واول ما سمع اسم براء النوح خد في وشه وطار، فانا قلت ابلغ سعادتك باللي حصل عشان تعرف تتصرف. اؤمر وأمرني ما عليك. مع السلامة. شلبي ضحكتني يا خميس، مع ان النهارده مزاجي مش معدول. انا كبرت لك يا باشا وجيت لغايه عندك، غير كده وكتاب الله ما عندي غير ده فضيه في دماغه. الله الله الله، ايه الكلام ده بقى؟ خميس افندينا على سنه ورمح عايز يروح للنوح في المنطقه بتاعتهم ويقلبها ظلمه عشان ابنه مد ايده على واحده ست؟ ده كلام يا راجل؟ الواحده دي يا باشا معدوده من حريمي ومن اهل بيتي، واللي يمسها يمسني وكرامتها من كرامتي. معاش اللي يمس كرامتك يا خميس. امال اللي عمله ابن النوح ده اسمه ايه؟ لعب عيال. لعب العيال ده عندنا يا بيه بتطير فيه رجاب. رجاب؟ لا ده الزربونه الصعيدي طلعت. اللي اقول لي يا خميس، يا ست دي تخصك قوي قوي كده؟ انا كده عملت بالاصول يا بيه. اه ده خميس ما يبقاش دمك حامي كده، اقعد. ما ظنيش لك كلام في نفس تاني. اسلم لي نفسك يا ريس خميس. خد يا خميس. ايه ده؟ دي دعوة حفلة عاملها لبنتي بمناسبة رجوعها من بره. حفلة؟ ويهمني انك تيجي وتشرفني يا خميس. انا ماليش يا باشا. يا خميس لازم تيجي وتجيب الهانم اللي عايزين نرد لها اعتبارها معاك، لان كرامتها في رقبتنا كلنا، واللي هعمله ليلتها لو ما عجبكش ليك مطلق الحرية تعمل اللي انت عايزه. هاي عمروتي. ها حبيبتي فريدة بنتي خميسة فندينا. هاي. يتوب علينا ربنا. صغاري قال ايه مش عايز يجي الحفلة بتاعتك؟ قال ما بيعرفش يرقص. نيجي يا بيه، نيجي نيجي بقى. نيجي ونرقص كمان. تعرف ترقص فالس يا خميس؟ فالس؟ اه انا ما دخلت المدرسة كنت الاول على الفالس. تعرف الفالس ده بيتحزموا له بايه؟ ما بتحزموا له برضه؟ فيش رقص من غير تحزيم يا خميس. ليه ما قلتليش من الاول انه براء النوح؟ براء النوح؟ ايه؟ الدنيا كانت عاتمه برضه ما شفتيش؟ انا ما شفتش حاجه خالص. هتخبي عليا تاني؟ راح عليا يا خميس، انا ماليش غيرك في الدنيا، ما بقتش حمل مرمطتها تاني. كفايه يا اخويا اللي شفته وانت بعيد عني. براء ده عيل طايش وسلاحه غدار وبيلوش، ما كانش ينفع احطك في سكته. ايه؟ خايف عليا؟ وافديك بروحي. تحبيني يا بت؟ وما حبيتش غيرك، وحنك عوب رجلك بسنين عمري. عشان كده لازم تبقي مرات افندينا، عشان مفيش كلب بعد كده يفكر انه يلمسك. أفندينا يا حجة خد المتر بدران تحت باطه وطلع على المقطم. بعدها يا حجة حط عند رمانة في البيت.
وما خدكوش معاه زي كل مره ليه؟ اصل متر بدران كان مقاير حبتين. والزار يا حاجه والله اعلم، افندينا خده عشان يقعد معاه يفضفض ويجيب اخره. هي البنت اللي اتجوزها بدران دي لسه ليها ديول؟ الديل اللي كان فاضي البجاش المري قطعه. هو بسلامته معاها دلوقتي. واخدها وخرجوا لوحديهم، بس بصراحه يا حاجه ما نعرفش راحوا فين. وبعدين بقى هنخلص من حكايه رمانه دي امتى؟ زي ما تكون عامله له عمل يا حاجه. ولا اللي سحراله. معلش، اللي له اول له اخر. ها اللي بيقرا لك يا شو؟ صباح وقشت. يا شو مالك بتشتكي على الصبح ليه؟ هو انت حاسس باللي بيجرالي؟ خليك حاطط ايدك في الميه البارده وسيب كل من هب ودب يقعد يمرمط بكرامه اهل الارض. من الظاهر ان انا الحيطه الواطيه اللي في البيت ده. لا الا الله، ليه بس؟ حصل ايه عشان ده كله؟ حصل كتير. حصل ان انا ما بقتش قادره اتحمل اكتر من كده. خلاص الدمعة نشفت في عيني، الوجع قفش في كعاني. كعاني؟ سلامك كعانك يا حبيبي. ايه بس حصل ايه طيب؟ حصل كل حاجة وحشة، حصل إن أنا كل كلمة بقولها حلوة في البيت ده بتتاخد على إنها كخة وبتقف في الزور. حد داسلك على طرف قوليلي. ما أنا جاية لك يا راجل في الكلام أهو. بالراحة عليا. بالهداوة. هات يا جمال يا رب. إيه يا حبيبتي مالك؟ يعني خلاص يا معلم نوح، لقيت رجالتي بقوا جربة ومحدش بيهود ناحيتهم. عشان أغبية دول، لو رجالتي أنا كنت طخيتهم عيارين زي خيل الحكومة. القفشة بتاعت أفندينا والدهام ضربتهم في السوق وعلمت عليهم. ما تخزنيش يا معلم، دي جعانة وعينيها فارغة، يعني لو فتحوا بقهم هيبلع الكل. ما تهدى على نفسك شوية يا معلم، أنت جاي تهددنا في ملعبنا ولا إيه؟ لا يا معلم براء، انا مش جاي عشان اهدد حد. انا كل الحكايه جاي عشان اواعيكم. يا اخويا واعي روحك انت، ولم تعابينك اللي اترمت سنانها دي. ولا اقول لك اعملهم حبل غسيل وبعلق عليهم خيبتك وخيبتهم. جرى يا معلم براء، جرى يا معلم نوح، دي مش اصول ولاد الكار برضو. انا كل حكايه خايف لعيال لسانهم يفلت كده ولا كده ويجروا. رجالتك لسانها سايب وقروا يا معلم، قروا يا معلم. من كام يوم افندينا جاب لي واحد منهم ورماه قدام بيتي زي الخروف. وعملت ايه فيه يا معلم؟ لحم وزفر وكلابنا قرفت منه. ده مقبوله منك يا معلم براءه، انت كده قفلتها ضمنا يا معلم نوح. ودي علامه النوح، عشان لما تبقى تنسى يا معلم تبقى تفتكر. يرضيك كده يا معلم نوح. معلش يا معلم، هو كان عاوز يقشر لك التفاحة قشر دقنك. البت مقطعة روحها من العياط جوه يا حاجة، برضه مهما كان دي مراته وكرامتها من كرامتي. خد يا أبو سن. إيه ده؟ امسح ريالتك لا تتكعبل فيها وحد يشوفك يضحك عليك. شكرين شكرين يا بنت والدي. كويس انك فاكر. خلينا افكرك ببقيه الليسته اللي بصمنا عليها كلنا من يوم ما ركبنا ما بقت واحده وسكتنا رايح من غير جاي. انا ضاوي ابو سنه اللي شلت روحي فوق كفي لاجل الشجر ما يكبر ويضلل علينا كلنا. تيجي بنت ما تسواش 3 مليم عايزه تقلعك من جذورك وتخلي لسانك يقول كلام ما تقبلش تنطق بيه؟ مش كفايه انها هجه من البيت كل يوم والتاني وانت ماشي وراها؟ ايه بس لازمته الكلام ده الوقت يا حاجه؟ وانا مخلي على جهد جهد، ما احنا كلنا في النار سوا وما حدش اشتكى. انا كان كل غرضي. غرضك ايه؟ لو تفتكر انا قلت لك ايه؟ ان الجوازه دي يا دوبك نقضي بيها مصلحه وتروح لحالها. انت يا اخويا اللي ريقك ساحه البيت. احنا مش هنعيده تاني يا حاجه.
صحيح انا اتجوزتها بامر منك، لكن طلاقها لازم يبقى بموافقه انا، مش ده كان اتفاقنا؟ بس الاتفاق ما كانش انك تجيلي نافش ريشك وتحاسبني علشان الغندوره نزلت دمعتين. حاسبك ايه بس؟ استغفر الله العظيم، انا اقدر يا حاجه حاسبك ده ايه؟ انا بس يعني بعاتبك من العشم يعني. ما تنساش ان حواء هي اللي خرجت ادم من الجنه، وان ابليس والعياذ بالله بقى شطان من يوم ما عصى ربه. وقرة الرجالة عايزة تديك منديل علشان تمسح ريالتك فيه يا خايب خايب. ما اديها في دماغها، اديها في اسنانها اللي الموت خايف يقرب منها دي. خايب وني مش عارفة لما يجي ده انا اقول له ايه ده، اقول له ايه ده. وانت مال اهلك انت؟ انت مالك اتجنن ولا تهبل؟ انت مالك؟ لا يا حبيبتي انا هنا مش لوحدي، معايا شله عفاريت تحب اطلعهم لك واوريهم لك لما بيطلعوا بيعملوا ايه. خلاص يبقى بعدي عني علشان ما اوريكيش الجيران على اصول. والله العظيم انا مجنونه مش كده؟ طب بما اني مجنونه رسمي ومعايا شهاده معامله اطفال، تعالي لي يا بتاعه الهبة هبة اما اوريكي الجنون على اصوله. تعالي لي، ده انا مش طايقاكي. تعالي لي، مش انت بتحبي كده؟ اه هو مش مالهي عني، هو مشغول شويه. مالهي ولا مشغول يا عم محمد مش فارقه، في الحالتين هو مش موجود. سيبك، انا اصلا زهقت من الكلام معاه، مبقاش في كلام جديد نقوله. فاكره زمان لما كنت بتمشي ورايا وانا بسقي الزرع، وكنت انت تشد الخرطوم مني عايزه تسقي الزرع؟ فاكره كنا كل يوم انا وانت نختار الورد لماما الله يرحمها، ضحكتها وصوتها كان بيملى البيت. انت عارف يا عم محمد انا ما كنتش انام غير في حضنها، كان ايدي تبقى ماسكه في ايديها، كانت تصحى كل يوم الصبح تلاقي ايدي معلمه في ايديها، تقعد تضحك تقول لي ايه يا بنتي وانا ههرب؟ مالك ماسكه في ايدي كده ليه؟ انت كبرتي وبقيتي عروسه. البنت كل ما بتكبر كل ما بتحتاج لحضن مامتها اكتر. احنا مش هنخلص يا نوح من الليله دي ولا ايه؟ ليله ايه يا باشا؟ ما احنا جاهزين اهو، الدنيا تمام. انا مش بتكلم على الشغل. امال بتتكلم عن ايه سعادتك؟ نورني معاليك. عن لعب العيال اللي مع خميس اللي ملوش اخر. انا استحملت اللي اتقربوا على الاخر، وكل ده عشان العهد اللي خدته علينا، ومن يوميها وانا سكت لك على لعبه الصعيد يا نوح وعلى الغشم اللي عملته فيها، وده كان هيبقى سبب كبير قوي ان امحيك من السوق، لانها حركه ما تطلعش من ابن بلد زيك. عشت يا باشا. ده مش عشان خاطر سواد عينيك، ده عشان خاطر خميس طلع واد عرف يزنقك في خمت اليك وجاب الواد لغايه عندك في البيت وعلم عليك زي ما علم على ابنك في الكباريه. صدقني يا باشا انا لحد السعاري ما اعرفش ايه اللي حصل. ما هو لو ما تعرفش يا نوح تبقى مصيبة، ولو عارف وبتستعبط عليا يبقى مش حلو هتزعلني. ما عادش يزعلك يا باشا، ده احنا كلنا رجالتك. ما هو عشان انت من رجالتي انا جبتك هنا وبتكلم معاك. واحد غيرك كان زمانك بتترحم عليه. لم ابنك يا نوح وقول له ابعد عن حريم خميس. بس افهم الاول هو عمل ايه وانا اقطم لك رقبته. التفاصيل دي عنده هو. انا قلت كل اللي عندي. وخلص الكلام. أمرك يا باشا. اعمل حسابك إن العملية الجاية حصتك كلها رايحة الخميس. يا باشا بس كده ده أقل عربون تدفعه على الوساخة اللي بيعملها ابنك. اللي تؤمر بيه يا باشا. تروح لهم وتتفق معاهم وتشوفهم عايزين إيه. هما مين دول يا باشا؟ عيلة أفندينا. مين؟ قابلتك داوية.
النوح ممكن يبيع نفسه علشان ما ترجعش السوق تاني، فبلاش لعب العيال علشان ما ينولش مراده. عيال يا حاج؟ مش فاهم تقصد ايه. اللعبة اللي بتلعبها انت وابنه مش هتجيب فايدة. براء النوح عايز يردلي القلم. هما بيشغلوك عن السوق بكلام فارغ. خميس، احنا في عرض رجعتك في السوق، ما تتكلم يا ابو سيدنا. ساكت ليه؟ ما حق ابو جمعة، النوح رمي لك ابنه في سكتك علشان يكعبلك فيه لحد ما يلاقي لك خر يدخل لك منه. صبح. ما انا فاهم كل ده، وعلشان كده انا رحت قدام العمروتي وحطيت النوح وابنه عشان ابقى نفضت ايدي من العهد. وبكده انا بحكيت له كل وسخاتهم معايا من ساعه ما خرجت من السجن وزنقتهم معايا. ده عين العقل يا ابن بطني. وبكده تبقى شديت عودك وصلبت طولك ورميت عظمك، واذا حب النوح ياكلك في السوق اتحشر له في الزور والعمروتي هيخلصك منه. هو العمروتي قال لك ايه بالظبط؟ نور يا خال. يتوب علينا ربنا. يا مساء المزاج العالي يا معلم. خير يا حاج؟ جايبنا على ملا وش ليه؟ مصايبك اللي ما بتخلص يوم لحقاني في كل حتة، ومخلياني أطاطل ده واسمع من ده، وكل ده ليه؟ عشان عقل سعادتك في رجليك. في كل سكة مصيبة، وفي كل حتة كارثة، وفي كل طلعة بلوى بتيجي على دماغ أهلي أنا. جرالك يا حاج في إيه؟ إيه لازمته الموشح ده كله؟ مصلحة الطياري، مصلحة اللي عداية اللي اشتغلتني بيها. مصلحتي دي؟ انا مش فاهم حاجه. تواد زباله، واد غبي واهطل، ما انتش فاهم حاجه في دنيتك. وبسبب عمليتك السودة دي هتجبرني اروح لحد افندينا ببيته واطلب منه السماح. اوعى تعمل كده يا حاج، اوعى تعمل كده. وانت خليت حل تاني. انت لو عملت كده يا حاج انا هقتله وهقتلك وهقتل نفسي معاكم. فاللي حصلت يا فندم. مش منبهة عليكي قبل كده؟ ما تخرجيش من البيت الا باذني. هعمل ايه بس والنبي يا ست مطر؟ ما انا واخده الاذن من المعلم قبل ما اخرج. كنت فين يا بنت؟ كنت بشتري شويه طلبات كده لازماني. حاجات ايه دي يا اختي اللي لازماكي؟ تخرجيش يا بنت مصاحبالك عيل من صبيان المعلم وبتصرفي عليه عرقك. انا برضو بتاعت الكلام ده يا ست مطر، ما انا قاعده في وشك 24 ساعه زي قرد قطع. امال كنت فين يا بنت انطقي؟ كنت بجيب الحاجات دي والله اللي وريتها لي. وهي الحاجات يا بنت تقعدي فيها 5 ساعات؟ طب اعمل ايه يعني؟ الناس امم في الشارع، وسواق التاكس الله يخرب بيته قاعد يتخانق في الشارع قعدني جنبه ساعه. اما كنت ورا. ايه في ايه؟ مالكم؟ صوتكم جايب اخر الدنيا في ايه؟ الحقني والنبي يا معلم، انا في عرضك. البنت بقالها 5 ساعات سايبه البيت، وسايبه البيت يضرب يقلب. يا نهار ابوك اسود، 5 ساعات؟ يا بنت مش قلتي هما ساعتين؟ السماح والنبي يا معلم. ها؟ اصل اتاخرت يعني عشان الطريق كان زحمه وكنت بجيب شويه طلبات. لا لا لا، ما فيش حاجه اسمها سماح. اسمعيني يا بنت على السرير، قصدي على الاستراحه. يلا يا بنت. والشغل؟ ما هو ده برضه شغل يا مطرة. شغل ايه؟ الاسراحه دي مش تبع البيت. يلا يا بنت غوري غوري، يا امي لقرف اليوم كله يطلع على دماغك. خلاص يا مطرة اعتبرني اتاخرت ساعه زياده، ما فيهاش حاجه يعني. عن اذنك. اذنك معايا. الحفله دي كلها علشان؟ طبعا يا حبيبتي، لازم كل الناس يعرفوا انك رجعتي. ان شاء الله تعزمي مصر كلها ونشرب ونسهر وما تعكننش عليا. انا عمري عكننت عليكي؟ انا بموت فيكي يا عمروتي. موتي فيا ولا ايه؟ ولا بلاش، احسن تقولي بتدخل في خصوصياتك. انت بتلف وتدور حوالين ايه بالظبط؟ مفيش حد شاغل بال العمروته الصغيره يعني. ويعني دي تبقى ازاي؟ انت شكلك كده عايز تخلي الحفله حفلتين.
لو على مزاجي اخلي الحفله حفلتين هخليها حفلتين. وانا ماليش مزاج اعمل دلوقتي كده خالص. كفايه عليك الجوازتين اللي فاتوا كانوا على مزاجك برضو مش كده؟ بنت لسه ما اتعمرتتش، مش فاهمه ان مفيش حاجه مش على مزاجي. حبيبه بابا. الله اهو كده حلو قوي الكلام ده. قوي شكلك متضايق، هتفضفض شويه كده لخل دمك. كان يوم وحش يا بت، كله مشاكل وخناقات، مبقاش فيه مزاج. مبقاش فيه مزاج. اي 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 لا لا، ما كنت ماشيه حلو، خليك حلوه بالراحه. ايوه ايوه. وليه يا سوريا انت كنت فين يا بت؟ ما انا قلت لك يا معلم نزلت اشتري لنفسي شويه حاجات كده لازمين. حاجات زي ايه؟ ما تكسفنيش بقى يا معلم، شويه حاجات كده ستاتي يعني. مدام ستاتي انا بقى بجح وعاوز اعرف ايه اللوازم دي. يعني شويه قمصان نوم وحاجات كده يعني. هدوم داخليه يعني. حاجة كده يعني. ايوه ايوه فهمت فهمت. وقولي لي الفلوس اللي معاكي كفت الحاجات دي؟ وفات كمان. غريبة، مع انك لسه ما قبضتيش ماهية الشهر. جرى ايه بقى يا معلم؟ الله، انت عمالك تسأل اسئلة غريبة كده وانا مش عارفة اجاوب. انت رايحة فين؟ يا بنت سوري. والله زعلانة منك يا معلم، بص عليك بقى. الله ايه ده؟ الله 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 الله، ما كملتيش يعني، احكي بقى. ما انا قلت لك يا معلم قبل كده انا ببقى شايله فلوس عشان لو كنت عايز اشتري حاجه كده ولا كده. ايوه الله الله الله، حلوه قوي. ايوه يا طريق الحته دي بتوجعني قوي. بصي خش على الرقبه بقى واستمري. ايوه استنى بس اوعي تكسر رقبتي. لا ما عنديش شرط عليك يا حبيبي. بالراحه. قولي لي بعد ما اشتريت اللوازم ما قلتليش رحت فين؟ ركبت المسرح واخر سلطان. تأمرني انا هنا عشان تأمرني. كنت فين يا براء لحد دلوقتي؟
بقول لك ايه، انا جاي تعبان ومصدع، فكك مني، انا مش حامل حواراتك دي. هو ده اللي اتفقنا عليه؟ ده شكل واحد هياخد طرخه ولا حتى يبقى قد كلمته؟ يا ست انا مش قد كلمتي، انا مش قد كلمتي، بقولها لك اهو. روح اتكلمي مع اللي قد كلمته، يمكن يحس ويرجع للي في دماغه. وايه بقى اللي في دماغه؟ عايز تعرفي ايه اللي في دماغه؟ اقول لك يا مطره ايه اللي في دماغه. عايز يروح لافندينا، عايز يطاطي ويطلب من افندينا السماح، وكل ده ليه؟ عشان الباشا عايز كده. ما انا ياما قلت لك ابوك ما يهموش غير مركزه في السوق، ويدوس على اي حد عشان مصلحته. شوفي بقى، يدوس ما يدوسش، كل واحد فينا يعمل اللي هو عايزه. انا مش طالب منك غير حاجه واحده بس، تنسوني من دماغكوا خالص. ادي اللي انت فالح فيه، تاخد لك كاسين، تضرب لك حجرين زي بتوع الافلام، انما تكبر كده وتبقى راجل لا. ما تحترمي نفسك بقى يا حبيبي. قرف. يا ابني ليه يا خميس؟ ده ايه المزاج ده؟ لا لا لا، انت مكيف الدماغ 100 100، مش هي اللي حاططها على حجرك ورامي الدنيا ورا ظهرك. قلت لك يا باشا زيح زيح من على قلبك وارمي ورامي. كيف مطرح ما يطلب لازم نلبي نلبي. انما ايه الخلطه دي؟ دي خلطه سحريه، هي مغيمه شويه بس حلوه. ايه يا فريدي دي يا باشا؟ يعني بتبقى ايه؟ طافيه شعبي؟ هما ما بردتيش؟ وشفتوا احنا داخلين كان في صفايح كده والبيع ياخدوا بقى الباقي يعني. وكل يوم طبعا طعم حسب الناس رامي ايه. بس برافو عليك يا خميس، عرفت تقفش دية الدنيا دي ورميت كله وضربته طبنجه. برافو يمين يمين، الدنيا واسعه قوي. ليه نضيعها بقى على نفسنا؟ هي واسعه ايه وبراحه. خدها مني واستلقاها، عيش يومك بطوله وعرضه، لان دي الحاجه الوحيده اللي ما بتتعادش تاني، واي حاجه في الدنيا ليها كماله الا العمر ليه ساعه. خميس افندي. حلوه كماله دي. قرب قرب فين؟ قرب بس احسن، البنت اللي هناك نفسها تعرف بنقول ايه. قرب قرب. بمناسبه الكماله بقى، ايوه الليله دي محتاجه تطرى شويه. تطرى شويه. تطرى. طلبك عندي خيالي شبه المنوع ده كده. فيا بيا يلا بينا ندفع ولا نقوم كده؟ نقوم كده. اتفضل يا باشا. حاسب المايه. يا سدد بالليل. الباشا الكبير تعالى يا مسامية، تعالى سلمي على سعادة الباشا. مسامية يا باشا يعني الكمالة، يعني الحلو كله، تخصص الزبيب. ازيك يا مسامية؟ ازيك يا باشا، نورتنا. اتفضلوا اتفضل يا باشا. اتفضل اتفضل. ازيك يا بدران؟ زي الفل يا باشا. ازيكم شايلينه لما النهار يطلع تيها. باشا ده فيه براحتك. اتشقلب. الله. ايه يا بدران؟ لا عايز اقول لحضرتك قعدت زي ما قال لك بالظبط. براحتك. انت جبته هنا ازاي ده؟ يا ابني احنا اللي بنجيب ولا بنودي. كيف مطرح ما يطلب يجيب صاحبه، ومطرح ما يغمزه يوديه. امال هم ليه سموه مزاج؟ بس الراجل ده كبير قوي. ابن تسعة ولا مش ابن تسعة؟ ابن تسعة. يبقى يجي عنده مسامية. يجي ويتضرب كمان. يتضرب بعدين. يجي بعدين. يخرب بيتك. ده شكله فك على الاخر بجد. ولسه انت شفت حاجة في المسامية دي؟
المفروض يتعمل لها تمثال. وده يحطوه فين؟ يحطوه فين؟ ده يحطوه عبرة بين كل اتنين متجوزين عشان يفهموا حاجة إن الجواز والمزاج توم توم لازقين في بعض. يعني انت بتفهمش مصطلحات طبية ولا ايه؟ بعد ما جبت الراجل ده هنا انا مصدقك في اي حاجة. ولسه يا رومانسي يا رومانسي عبد الحليم لسه عايش والله. لا 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 يا باشا، هنا مفيش رحراحة، هنا في مطواحة. قوم يلا شوية تمارين رياضية. اتشالب اتشالب يا باشا اتشالب. انت لسه شفت حاجه ابتسمت انا زي العاده وقلت يا باب جداري يا داري حبيبي يا حبيبي يا داري حبيبي يقول يا حبيبي يا حبي يا حبيبي دوبني البياع دوبني البياع. لا ده الليلة كلها شقلبة. أنا كده هزعل يا رمانة. اللون ده مش لون. والكلام ده مش كلامك كمان. احنا كنا كويسين وزي الفل. انا جيت بس عشان الفرقه والناس اللي شغاله وراك. الله، ما انت قلتي هتسيبيهم. ايوه، بس لازم اقفل لهم الاوبايج قبل ما امشي. وتمشي ليه يا بنت الحلال؟ ما احنا كنا زي السكينه في الجاتوه. اصل بصراحه كده جوزي بيغير عليا، محرج عليا الشغل. جوزي؟ اه جوزي. انت اتجوزتي؟ هتجوز. ومين ده اللي عايز ينكد علينا عشتنا؟ طبعا افندينا. ترى شفاعه يا رب المعلم النور وامان. انتوا فاكرين النوح ده ايه؟ عيل صغير ولا تاجر نص اليابة؟ ده راجل من كبارات تجار الكار وله ناس ورجالته وعزوته. يعني مش بالساهل كده انه يطاط الكلام العمروت ويلم الدور معانا. احنا في بيننا وبينه دم يا حاجة، مش بضاعة وفلوس. السوق شقلب حاله ابو جمعة وانت في السجن، والسيطرة ما بقتش زي الاول. خش. لا مؤاخذة يا افندينا. اللي جابك هنا يا زوز؟ في زيارة مش على البال ولا على الخاطر. زيارة من مين؟ النمح بره.
هات يا جماعه يا رب. اهلا وسهلا بسيد المعلمين، كبير عيله النوح وكبير الكيف وصاحب المزاج في البر كله. نورت يا معلم. النور نورك يا حاجة. ايه الريح الطيبة اللي حدفتك علينا يا معلم؟ كل خير يا حاجة، حق وبنرد لاصحابه. دوز عمر فندينك، خد رجالة المعلم نوح وسيهم شاي وخليهم يريحوا ايديهم شوية بالسباحة. وجب فندينك. يلا رجالة نفذ يا كبير. نفذ بس خليك قريب. حافظ. يلا رجالة يلا رجالة. حق مين واصحابه مين يا معلم؟ حق افندينا وجايين نردهولي. الحق اترد لاصحابه من ساعه رجلك ما خطت عتبتنا، وعلى راي المثل من دخل بيتنا استاهل محبتنا. اه من جه ضارك جاب الحق عليك، وما حب الا بعد عداوه. انا جاي امد ايدي واقول صافي يا لبن. قلت ايه يا معلمه؟ ما تحضرنا يا معلم ابو سلمى. لا يا معلم انا بقول القول عند كبرنا يا معلم نوح. الرد عند افندينا. قلت ايه يا كبير؟ حليب يا قشطة. يا بنت استني استني، انت على طول واخده الدنيا على الحامي كده. استني نتفاهم. نتفاهم في ايه؟ انت اتفقتي معايا ان احنا هنذاكر عندك، وجايه دلوقتي قدام مامتك تقولي ان احنا هنذاكر عندي انا، وكل ده ليه؟ عشان تروحي تسهري مع اصحابك؟ خلاص يا ستي روحي لاصحابك وسيبيني انا في حالي. طب تعالي معانا هتنبسطي قوي. طب خلاص استني تعالي اوصلك في سكتي. سكتي اللي انا رايحاها بعيد عن سكتك يا بنتي. طب تعالي اجابلك، مش هتلاقي تاكسي في الضلمه دي. همشي على رجلي لحد ما الاقي. وشي نكد بالسلامه.